الشموع اليابانية هي مقياس لحركة البيع والشراء في فترة زمنية محددة، فكلما زاد طول جسم الشمعة الهبوطي باللون الأحمر كان ضغط البيع أكثر في هذه الفترة، وكلما زاد طول جسم الشمعة السعودية باللون الأخضر كان ضغط الشراء أكثر. وتتكون الشمعة من جسم وذيل. ولنتعرف على الشموع أكثر يجب أن تتعرف على مصطلح الـ OHLC وهو كما يلي: O Open Price، H Highest Price، L Lowest Price، C Closed Price. انتظرونا في الجزء الثاني للتعرف على نماذج الشموع.